Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا محاضرة مجانية هتكلم فيها عن اختبار استماع. المحاضرة هتكون مفيدة أكتر للي ما دخلوش دورات عام. تاني، المحاضرة مجانية عن اختبار استماع، وهي هتكون مفيدة للي ما دخلوش دورات عندي. أما اللي دخلوا دورات فما أعتقدش أنها هتكون مفيدة ليهم، لأن إحنا بنتناول فيها بعض التكنيكس والاستراتيجيات بتاعة الاختبار، فهم أوريدي بياخدوها جوه الدورة. ده بس تمهيد في البداية قبل ما نبدأ، عشان لو في حد معانا من الدورات فبنقول له مش هيكون في حاجة جديدة عن الأشياء اللي إحنا بناخدها داخل الدورة، لكن هي معمولة مجانية عشان نعرف الناس على اختبار استماع. ايه هي مكونات المحاضرة؟ المحاضرة هنتكلم فيها، او عندنا خمس اجزاء في المحاضرة. الجزء الاول هنتكلم عن وصف الاختبار. الجزء الثاني هيكون من يحتاج الاختبار. طيب، الجزء الثالث المصادر المتاحة للاستعداد للاختبار وطريقة الاستعداد. الجزء الرابع نموذج مصغر لاختبار وتوضيح المهارات المطلوبة للتعامل مع هذا الاختبار. أقول تاني أقسام المحاضرة. القسم الأول هو وصف الاختبار، هنصف الاختبار أقسامه، عدد أسئلته، بيقام فين، كل التفاصيل بتاعة لهذا الاختبار. القسم الثالث هتكون المصادر. لحظة، النت فيه ضعف للسبب، معلش. احنا موصلين على شبكة، على شبكة تانية، فأنا بشبك على أوفيس، بس ليه بيشبك هو لوحده على شبكة بعيدة؟ ثبت الشبكة القوية عليه اللي هي أوفيس دي، ما تخلوش يلقط حاجة تانية، خلاص؟ طيب، نكمل كلامنا. هقول تاني لأن النت كان ضعيف، فممكن ما يكون الجزء اللي أنا قلته ما سمعتوش كويس، فأرجع أقوله تاني. أنا أقول إن مكونات محاضرة اليوم هي خمس مكونات. أقسام وصف الاختبار، هتكلم فيه عن أقسام الاختبار وعن الدرجات، ده الوصف. المكون الثاني من يحتاج لهذا الاختبار. المكون الثالث هيكون المصادر المتاحة والممكنة لدراسة والاستعداد لهذا الاختبار. المكون الرابع هيكون نموذج مصغر، والمكون الخامس هتكون إيه هي المهارات، وده هيكون تطبيق على النموذج اللي احنا هنحطه. يعني حط قدامك النموذج المصغر ده كجزء من listening وجزء من reading وجزء من grammar، وعلى هذا النموذج هيبين ايه هي المهارات اللي المطلوبة عند الشخص عشان يقدر يجتاز هذا الاختبار. يلا نبدأ بالمكون الأول. بين كل قسم والتاني أنا هفتح شات علشان أشوف رأي الناس وأشوف استفسارات. المكون الأول وهو وصف الاختبار. يتكون اختبار STEM من ثلاثة أقسام. يبدأ بقسم الليسننج. يلا سجل معايا كده الليسننج. طيب، الجزء اللي قبل ما يبدأ الاختبار ده بيكون تعليمات، بيجي لك 10 صفحات من التعليمات. بيقول لك ان الاختبار بيتكون من كذا وكذا وكذا، وبيقول لك ان في الليسننج هيبقى فيه هيدفون، اتاكد ان الصوت شغال. فبيديك بعض التعليمات، انت بتقعد تعمل نيكست نيكست نيكست. خلصت التعليمات يبدا الاختبار. بيبدا بايه؟ بيبدا بقسم الليسننج. الليسننج بتكون الشاشه قدامك مقسومه لنصين، النص اللي على اليسار بيكون البلاي التشغيل، بس هل انت اللي بتشغل؟ لا، انت ما بتشغلش. يبقى في الليسننج المقطع بيشتغل لوحده، انت ما بتشغلوش.
طب انا اقدر اوقف المقطع؟ لا ما اقدر. طب اقدر ارجع واعيد؟ لا برضو ما اقدر. انت مالكش اي تحكم، انت ليك تحكم واحد انك تقدر تعمل نيكست لو مش عايز تكمل المقطع للاخر، لكن لا انصحك يعني يفضل انك تكمل المقطع للاخر ما تعملش نيكست. طيب كم مقطع؟ قد يكون 6 مقاطع أو 7، مش عدد ثابت من المقاطع، ولكن عدد ثابت من الأسئلة اللي هم 20 سؤال للليسنينج. يبقى الليسنينج كم سؤال؟ 20 سؤال من 1 إلى 20. طيب كل مقطع ممكن يكون عليه 2 أو 3 وممكن 1 وممكن 4. طيب بينتهي المقطع بيقلب لوحده، سواء أنت حليت او ما حليتش، اخترت او ما اخترتش. طب انتهى وقت القسم بالكامل بيقلب لوحده. كم وقت الليسننج؟ 25 دقيقة. اقول تاني، الاختبار 3 أقسام، ليسننج وريدنج وجرامر. ليسننج 20 سؤال، ريدنج 40 سؤال، جرامر 40 سؤال، فيكون المجموع 100 سؤال على 100 درجة بواقع درجة على كل سؤال. طيب قسم الليسننج 20 سؤال، قسم الريدنج 40 سؤال، قسم الجرامر 40 سؤال. طيب قسم الليسننج وقته 25 دقيقة، طب والريدنج 60 دقيقة، طب والجرامر 30 دقيقة، يبقى كام الإجمالي؟ 30 و60 90 و25 115 دقيقة، يعني 2 ساعتين إلا 5 دقائق. طب والجزء بتاع التعليمات اللي في الاول هياخد منك 5 دقائق، يعني اذا المجموع بتاع وقت الاختبار هو 2 ساعتين. طيب يبقى شكل الاختبار، الاختبار كان سابقا له نسختين، ورقي ومحوسب. لم يعد هناك اختبار ورقي، فاصبح كل الاختبار محوسب خلاص. يبقى انتهت قصة ان يقول لي هو ورقي ولا محوسب، ما حدش اصلا ورقي، الاختبار كله محوسب، ده رقم واحد. طيب التصحيح، تصحيح آلي، يفترض انه تصحيح آلي. طيب اين يقام الاختبار؟ يقام في احد مراكز او فروع قياس او الاماكن المعتمده لدى قياس، اللي هي ممكن تكون في بعض الاماكن مدرسه ما او جامعه ما ولكنها خاضعة لقياس. إذن فنقول كده إجمالا هو يقام في مركز قياس أو أحد فروعه حول المملكة. طيب هل له وقت معين؟ لا، مفتوح طول العام. عدد المحاولات 10 محاولات، كان سابقا 5 محاولات أصبح 10 محاولات. طيب الاختبار صالح لمدة 3 سنوات. كم درجة الاجتياز؟ لا يوجد ما يسمى درجة الاجتياز. ليه؟ كل مكان بيحدد الدرجة التي يطلبها. فهناك أماكن تطلب من أول 45 وفي 50 وفي 60 وفي 70 75 80 85 90 لحد في بعض الأماكن وهي نادرة جدا يعني تطلب 97، زي في الدكتوراه، درجة الدكتوراه في جامعة الملك سعود في بعض أقسام، قسم واحد أو قسمين تقريبا التربية الخاصة، أو في بعض قسم أو قسمين في جامعة الملك سعود تطلب هذه الدرجة للدكتوراه. هنقول لما نيجي نتكلم عن لمن الاختبار، يعني القسم المكون الثاني هيبقى مين اللي بيطلب الاختبار أو الاختبار ده ينفع لمين، بس خلينا الأول بنتكلم في وصف الاختبار. طيب إذن الاختبار عبارة عن 3 أقسام. حد يقول لي لا ده 4 أقسام، لا خلاص كان زمان الكلام ده اتغير من شهور. طيب لو جينا نتكلم هو كان 4 أقسام ليه وبقى 3، ده قصة تانية مش هيكون لها فايدة لأن يهمنا الوضع القائم الآن. أما لو بنتكلم عن تاريخ الاختبار فده ليه قصة تانية ممكن نقولها كده يعني نبذة. الاختبار بدأ من تقريباً 10 سنوات
وعلى مدى العشر سنوات شهد عدة تعديلات مش هنستفيد فيها كتير لأن مش هيبقى لها فايدة، لأن ده هيستوري يعني ده تاريخ بالنسبة للاختبار، خلاص ما بهوش فايدة. إيه اللي يهمنا؟ يهمنا الوضع القائم. الوضع القائم ثلاثة أقسام. طيب هل يحتمل أن يتم تعديلات أخرى؟ وارد. طب كيف كانت التعديلات؟ التعديلات كانت بمعدل كل سنتين إلى ثلاث سنوات كان بيتم التعديل. طب هل كان التعديل فقط بإضافة اختبارات جديدة أم في شكل الأقسام وتوزيع درجاتها؟ هذا وذاك. فكان هناك تعديلات تخص عملية تغيير شكل الأقسام بإضافة القسم الرابع لفترة، ثم حذف القسم الرابع ثاني مثلا يعني. طيب تعديل الدرجات، فمثلا كان سابقا مثلا كان الريدنج 50 سؤال، مش ما كانش 40، وبعدين بقى 40 بعد كده وهكذا. كان 50 سؤال التعديل اللي هو كان قبل 1439 قبل 1439 كان 50 listening 50 اسف 50 reading و50 grammar و25 listening، فكان الاختبار 125 سؤال بينما كانت الدرجات 100 درجه. طب في 25 سؤال اضافي، يعني كل قسم listening كان فيه 5 اسئله والريدنج 10 والجرامر 10، مالهم دول ال 25؟ لا يدخلوا في حساب الدرجات، ولكن كانت اسئله تجريبيه وكانت موجوده في كل اختبار تقريبا، يعني كانت تقريبا مكرره. طيب الكلام ده، بس الكلام ده قديم، الكلام ده كان قبل 1439. طيب ثم جاء تعديل الاقسام بان بقى حطوا قسم رابع بعد كده، وبعدين جم شالوا القسم الرابع. المهم الآن، وهذا ما يهم الآن، الاختبار مكون من ثلاثة أقسام: الليسنينج 20 سؤال، الريدنج 40 سؤال، والجرامر 40 سؤال، ليصبح المجموع 100. طيب طبعا كل الأسئلة ده داخلة في الاختبار ومحسوبة بواقع سؤال لكل درجة. يبقى احنا اتكلمنا عن اقسام الاختبار، عن الدرجات، عن اين يقام. طب هل يقام الاختبار خارج المملكه؟ لا، كان في بعض الاخبار طلعت ان ممكن يقام في الاردن، كل ده كان كلام وما زال كلام، لا يقام الاختبار الا داخل المملكه العربيه السعوديه. طب هل الاختبار يصلح خارج المملكه العربيه السعوديه زي الايلتس والتوفل؟ لا يصلح الاختبار داخل المملكه العربيه السعوديه. طيب الاختبار مهم جدا وقوي جدا جدا، لانه الاداء المعياريه الاقوى لقياس اداء الافراد في اللغه الانجليزيه، والمعمول به من كافه مؤسسات وهيئات المملكه العربيه السعوديه. طيب حتى لو ان هيئه معينه تطلب ايلتس، لابد ان تضع مقابل لها ما يقابلها من استب، بما انها هيئه داخل المملكه العربيه السعوديه. اما بقى الجامعات خارج المملكه العربيه السعوديه والهيئات، لا، ممكن يقول لك ايلتس. اما اي شيء داخل المملكه استب، لو طلب ايلتس لابد ان يطلب ما يعادلها، يعني زي مثلا لو عايز 3.5 في الايلتس يبقى انا عايز 52 في استب، لو عايز 4 يبقى عايز مثلا 60 مثلا، النظام المعادله ليها طريقه معينه مش بالدقه اللي انا بقولها دي، 67 يبقى المفروض لو ايلتس 4.5 يبقى، وهكذا. طيب اختبار ستيب، اختبار داخل المملكة العربية السعودية، اختبار قوي جدا وهام لكثير من الفئات. ما هي الفئات التي تطلب الاختبار؟ هفتح الشات بعد كل قسم، أرجو أن الأسئلة تكون عن القسم اللي أنا شرحته، يعني ما نحطش أسئلة في حاجات تانية لسه هقولها. فأي سؤال يخص شكل الاختبار أنا يعني يسعدني إن أنا أتلقى. فتحت الشات لمدة دقيقة قبل ما أدخل على القسم الثاني. هل لي الكلام في اللي معايا في الدورة للدورة؟ يعني ده وقت إحنا حددناه كمحاضرة مجانية للناس يستفيدوا منها. فأنت عندك دورة بالكامل هتكلم عن فكرة احتمالية التعديل والتغيير وكل الأشياء.
ما نقدرش نحدد شهر أفضل من شهر. النماذج أحياناً تثبت وأحياناً تختلف وتتغير ويضاف إليها. لا نأخذ بكلام من هنا أو من هناك، فكلام التليجرام كثير ويحدث تشويش، فالأفضل ألا يكون يعني ألا تستجيب لهذا التشويش. طيب حاضر، لسه احنا بنتابع وضع السنة الجديدة هيكون ازاي، وهنتكلم اذا في اي تغييرات او تعديلات. هتكلم عن المطلوب الشرائح والتي تطلب. عدد كم يكون نموذج النماذج، يعني بتبقى مش عددها مش ثابت، لكن من 30 الى 35 تقريبا. مفتوح التسجيل. حاضر. طيب ما نقدر نحكم الا احنا نقدر نقوله حاول تقدم الاختبار بقدر المستطاع. بدايه السنه مناسب، خليه زي ما هو، بس تابع الوضع معنا، تابع الوضع معنا. حاضر. ده اللي انا هعمله، استراتيجيات الريدنج واهم الجرامرز. حاضر. لما نيجي عند الريدنج، طيب لا طبعا الافضل الدوره وبعدين الاختبار اكيد. لا طبعا ما في نفس اليوم اختبارين، طب ازاي؟ طب انا هقول النقطه ديت. حاضر. اقفل بقى واتكلم على بعض الحاجات. حاضر. السؤال اللي بيقول 10 محاولات في خلال سنتين، اختبر مرتين في نفس اليوم، اذا كان ما تقدرش تختبر مرتين في نفس الشهر، ده انت لو اختبرت مره، دي برضه نسينا نقولها في وصف الاختبار، انك اذا اختبرت مره ما يفتحش لك السيستم الا بعد 30 يوم من اختبار. الريدنج 40 سؤال، طب كم عدد القطع مش ثابت؟ بمعنى ممكن يبقى 6 قطع، 7 8، ممكن يبقى 10، وعدد الاسئله على كل قطعه يكون قليل، مش ثابت عدد القطع. في نماذج القطع فيها طويله والاسئله كثيره وعددها قليل، وفي نماذج العكس، قطع قصيره وعليها اسئله صغيره وعدد القطع كبير، فانت حظك ما هوش عدد ثابت. طيب طبعا السؤال الافضل اسجل في الاختبار بعدين ادخل للدوره او العكس؟ لا طبعا العكس، الدوره ثم الاختبار. طب ليه ما ادخلش اجرب حظي؟ لان ريما بتسال السؤال ده، لان لو دخلت اجرب حظي وجبت درجه سيئه هتكون عائق ليا بعد كده ان انا اجيب درجه عاليه، فيفضل الاستعداد. ليه بيكون عائق؟ عشان ما يسمى بالحجب، وده اللي سال او اللي حد سال عنه، هو بيقول جبت 59 كم اجيب عشان ما انحجب؟ ايه قصه الحجب؟ هنقولها برضو سريعا. الحجب انك تجيب مثلا 30 او 35 وبعدين تذاكر كويس جدا، او بمعنى اصح يعني خلينا بقى من ان انا ذاكرت كويس او ان بشكل ما وصلت لمكان ما في اسئله مقاربه او مشابهه فقدرت ان انا اتقن بس بطريق سريع جدا، فدخلت المحاوله اللي بعدها وفي فتره قليله مثلا في مده شهر، فالمفترض ان انا اجيب درجه عاليه جدا، فالمركز يعمل ايه؟ يحجب هذه الدرجه. ليه؟ لانه هيقول انت ازاي من شهر جايب 35 وازاي دلوقتي جايب 90 مثلا. هذا فكره الحجب. فده ردا على السؤال، هل المفترض ادخل اجرب حظي ولا استعد كويس؟ لا، لازم تستعد قبل ما تدخل اول محاوله ليه؟ ليه؟ لان تقول لي طب انا معايا عدد محاولات كبير، طب ما ادخل واعمل، هقول لك لا، لو جبت درجه قليله هيكون عائق لك بعد كده وهيعمل لك مشكله. اللي بيقول لو جبت 59، انا جبت 59، لا عادي، لو جبت 75 ل 80 لا تحجب. يعني الفرق لحد 25 الى 30 درجه عن الدرجة السابقة لا تحجب الدرجة عليه.
اللي بيقول سجل في الدورة تواصل مع رقم الدورة اللي هو هكتبه طيب وفي برضو الرقم اللي هو الأساسي طيب المكون الثاني للمحاضرة من يحتاج هذا الاختبار؟ الاختبار واسع جدا واسع واسع الانتشار ومطلوب على نطاق واسع جدا جدا لا يكاد يخلو بيت أو نقدر نقول شخص ما يحتاجه يعني نادرا لما نلاقي أشخاص مش محتاجين الاختبار يعني في مرحلة ما في مراحل حياتك هتحتاج طيب نبدأ بمين؟ نبدأ بالقبول بالجامعات يبقى الشريحة الأكبر والكبيرة جدا هي شريحة الجامعات خاصة وأهم جامعة في هذا الإطار هي الجامعة السعودية الإلكترونية لأنها تضع الاختبار كشرط لدخول التخصص وكانت حطاه السنة دي إنه لبداية أصلا التقديم لكن شالوا الشرط ده بعد كده وخلوه لبداية التخصص طيب فمثلا طلاب زي طلاب الجامعة الإلكترونية لو دخل الاختبار وبيديله مدة متسعة يعني إنه يجرب إنه يدخل مرة واثنين ولم يجتاز ما يدخلش التخصص طب الفلوس اللي دفعتها طول السنة الأولى المشتركة راحت عليه خلاص ويطوى قيدا طيب مش بس كده مطلوب مثلا حسب الأقسام في أقسام تطلب 45 في أقسام تطلب 60 ده عشان تدخل التخصص طيب يعمل إيه حاجة جميلة كمان اللي طالب 60 ده لو الشخص جاب 83 حاطط كمان 23 درجة لو جاب 83 يعمل إيه يحذف له المادة فبدل ما يبقى عنده أربع مواد من عليهم اللغة الإنجليزية وهي الأهم في المواد اللي يكون عنده تحذف المادة وحتى يعفى من مصاريف هذا الجامعة الإلكترونية طيب بعد كده القبول بالكلية احنا لسه في شريحة القبول بالجامعات جامعة الإمام كلية الطب تطلب بدرجة عالية يعني بس كل بتدخلهم في مفاضلة طيب الكلية التقنية تطلب الكليات العسكرية تطلب الإعفاء من مقررات اللغة الإنجليزية في إن لم يكن كل الجامعات يطلب استب لكي يتم عملية الإعفاء من مقررات اللغة الإنجليزية يبقى أنا تاني القبول بالجامعات وهي شريحة كبيرة وأنا مش قلت ما قلتش كل الجامعات لكن أنا قلت أهم الجامعات اللي بتطلب اختبار استب لكن كثير من الجامعات طيب نيجي للشريحة الثانية وهي التوظيف ثاني أهم شريحة تطلب اختبار ستيب المقبلين على التوظيف خد عندك بقى كتير من التوظيف توظيف وزارة الصحة على رأس التوظيف اللي بيطلب ستيب كانت الخطوط السعودية سابقا لها اختبار منفصل أصبحت تطلب ستيب كانت مستشفى الحرس الوطني لها اختبار مستقل أصبحت تأخذ ستيب إذن ستيب بقى هو المعيار الأهم في عملية التوظيف في كافة القطاعات أو معظم القطاعات طيب بعد التوظيف الشريحة الثالثة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه تطلب ستيب طيب الشريحة الرابعة الابتعاثات والترقيات ايضا للابتعاثات والترقيات في كثير من القطاعات زي الدفاع الجوي وزي الداخليه وحاجات كتير وفي ايضا في الصحه ايضا لعمليه الترقيات والتجسير وهكذا يطلبون اختبار استب اذا انت شايف ان اختبار استب اختبار عادي كده بسيط ولا اختبار محوري فيصلي جوهري يحدد في كثير من الأحوال مستقبل الشخص نفتح الشات ونشوف رأيه تمام
ما تشوفش وحش. طيب الله يسعدك، حبك الله الذي أحببتنا فيه. طيب يلا نشوف مع بعض كل يوم. هتكلم عن كل شيء، حاضر اصبر علي. الأربع سنين، لا يا بناء خلاص انسى الأربع سنين ده، احنا بنتكلم عن لو مدة قليلة يعني، يعني مثلا لو من شهر أو من شهر ونص أو من شهرين. لكن أنا بالحرس متدرب، طالبيني للتوظيف استب، أهو أنا معانا واحد متدرب بالحرس وطالبين منه للتوظيف استب. حلو جدا. طيب اوكي، طيب يلا نشوف مع بعض المكون الثالث، وده بقى جزء مهم جدا في المحاضرة. ايه هو المفروض ان انا اذاكر ازاي؟ هنا انا مش بتكلم عن دورة عايد، انا دلوقتي بتكلم في العموم، وكلامي هيكون فيه حساس شوية، انا بحاول اكون معاك واضح ويعني وامين، ولكن الامر سيتناول تقييم لمصادر مختلفة، فانا يعني هحاول ان انا اوضح لكم الامور علشان انت تتخير المسار اللي انت تمشي عليه. ما هي المصادر المتاحة للاستعداد لهذا الاختبار؟ ما هي المصادر المتاحة لهذا الاختبار؟ عندنا مسارين أساسيين، مسار مجاني، وده بيمثله قنوات التليجرام المجانية التي تعتمد أو تتبنى جمع ما يسمى بالتجميعات، هنوضحها دي. وهناك المسار المدفوع، وهي دورات تقوم بعمليات الشرح والتوضيح بكل دورة بطريقتها وبأسلوبها. طيب هناك أيضا مسارين فرعيين جدا مش مهمين يعني، اللي هم الكتب اللي في المكتبات، وهم مش كتير يعني، ثلاث كتب اللي موجودين تقريبا، كتاب في كتاب لفهد البطين مش عارف لسه موجود ولا لا، في كتاب لأمل القحطاني أعتقد، وفي كتاب عم نزلاه دار الحرف لحد اسمه عبد الكريم أعتقد. هل الكتب مصدر مناسب للاستعداد للاختبار؟ حقيقة لا لا. ليه لا؟ مستواها ودرجة والمادة التي تحتويها ودرجة يعني قوتها للإعداد للاختبار أضعف المصادر، أضعف المصادر. طيب هي تديك فكرة عن بعض أنواع الأسئلة، ولكن ليست مصدرا جيدا للإعداد للاختبار. لكن لو أنت مستعجل وعندك يوم ولا يومين وعايز تقرأ فكرة ولا بتاع، أوكي تمشي معاك يعني، بس هل هتديني فايدة كبيرة؟ لا مش كبيرة. هتديني فايدة أكيد، ما أي حاجة تراها تديك فايدة، ما أكيد هتديك فايدة، لكن ليست الفايدة المرجوة يعني. طيب هناك مصدر لا أنصح به أبدا، أنا بادئ من وهو إنك تدخل على اليوتيوب عموما وتجيب بقى حاجات بتتكلم في الإنجليزي في الجرامر من هنا والريدنج من هنا والليسننج، لأنك هتكون يعني عملت عملية تشويش لنفسك كبيرة جدا جدا. ليه؟ ما هي لغة، كي ما أنا عارف إن هي لغة، لكن أن تسير في مسارات اللغة نفسها حتى تصل إلى الدرجة التي تستطيع أن تتقن بها ستيب، يبقى الأولى إنك تروح تطور نفسك بشكل مدروس في معاهد تدريب، ولكن مع إنها خطوة جميلة بس طويلة المدى جدا ومكلفة جدا ومرهقة جدا جدا جدا، تحتاج بقى لعملية إعداد طويلة علشان تقدر
تبقى قويت اللغه عندك. طيب لان هنا انت هتعتمد على مسار تطوير اللغه في العموم علشان تبقى قادر تتعامل مع الاختبار كجزء من اللغه، بس ده زي ما قلت مسار طويل جدا. طب الافضل، الافضل ان تبحث عما يقدم معرفه مباشره مرتبطه بالاختبار. حلوين. يبقى سؤال بقى اعيده تاني، هل ابحث في دهاليز اللغه في العموم ولا من يقدم معرفه مباشره متعلقه بهذا الاختبار؟ اكيد من يقدم معرفه مباشره متعلقه بهذا الاختبار. طيب نيجي للمسارين الكبار الاساسيين، المسار قنوات التليجرام والدورات المدفوعه. القائمين على التليجرام يوجه لهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وعلى رأسهم طبعا الأستاذ عبد الله الحساني، شخص جدا محترم يعمل فعليا لوجه الله. طيب التجمعات كويسة جدا، ممتازة كويسة، بس كل واحد بيختار الطريقة اللي تناسبه. فأنا هوضح لك بكل حيادية طريقة عمل التجمعات عشان لو هي تناسبك اوكي. طب لو تناسبك الدورات المدفوعة انت يبقى انت بتختار الطريق. انا ما اقولكش روح فين، انا بوضح لك ايه المصادر اللي في السوق ده. فقلنا كتب المكتبات سيبك منها مش هتديك فايدة 10%. طب اليوتيوب واللف والدوران في كل يعني من هنا وهناك ما بهاش فايدة، يمكن تضرك اكتر ما تنفعك، ضيعت وقت في الفاضي خالص بقى. طيب اروح معهد واطور نفسي فعليا واقعد 9 شهور، اقعد 10 شهور، اقعد سنه، اقعد 6 شهور، اتس اوكي. بس برضو مع انك تكون اديت كويس في اللغه في العموم، لكن ده مش معناه انك هتوصل للنتيجه المرجوه في الاختبار برضو. ليه؟ لان انت بتاخد معرفه في اللغه بشكل عام. طيب بدليل ان في ناس متخصصين في اللغه وبيدخل الاختبار ما بيجيبش درجه عاليه اول حاجه. إذن إن أنا أدرس اللغة في العموم حاجة، وإن أنا أخذ المعرفة المتعلقة بالاختبار حاجة تانية. متفقين؟ طيب التجميعات في قنوات التليجرام إيه اللي بيحصل؟ القناة عليها عدد ضخم جدا، بيطلع كل واحد أنا جالي كذا وأنا جالي كذا وأنا جالي كذا، ناس قائمين مشكورين بياخدوا الجمل دي ويقعد يعمل عملية فلترة وموائمة وموازنة، وبعدين ياخدها عشان يطلع منها معلومة مفيدة. بتحصل عملية فلترة وعملية غربلة ويترجم، لأن كتير ناس جالي بالعربي كده تسمع يعني يشوف هم بيتعاملوا ازاي. جالي في الاستماع ولد اسمه أحمد بيكلم صديقه، وصديقه سأله أنت كنت فين؟ قال له كنت مع أمي، كان عندها عملية في الكلى، لأن كان عندها مشكلة في الكلى أو فشل كلوي مثلا. يوم واخد الكلام ده وعاملين له عملية ترجمة. هو ما خدوش بالإنجليزي، ما خدوش من الأصل، هو خده من لسان حد طالع يقول كذا. فطبعا هيقوم جايب حاجة شبيهة بشكل ما. فمثلا يقول له يطلع كده، لو ترجم كلمة فشل كلوي تطلع كيدني فيلر مثلا، اللي هو معناها فشل كلوي. لكن في الاختبار لما بتيجي ما بتبقاش كيدني فيلر، أمال إيه؟ كيدني اوبريشن. اذا فبتحتاج حد يبقى عنده نوع من التصرف عشان يقرب الحاجه اللي شافها بالحاجه اللي موجوده قدامه، لانها مش نفسها، هي عمليه. انتوا عارفين احنا بنشبه الترجمه بايه يا جماعه؟ ده الترجمه النظاميه، اللي هو لما اجيب كتاب باللغه العربيه واترجمه للانجليزي او العكس، بنشبهها بالسجاده المقلوبه. انت عارف لما تقلب سجاده ايه اللي بيحصل؟ الشكل بيبقى نفسه، بس ايه؟ بس ما فيش فيه البريق ولا اللمعان بتاع، فالنص المترجم بيكون. فما بالك ان انا مش واخد كلام نظامي مثلا، لا ده انا واخد كلام كده متقال عشوائي وبترجمه. طيب حاجه ثانيه، هل ذاكره الانسان ذاكره فوتوغرافيه؟ يعني هل الانسان قادر انه ينقل صوره نص مكتوب؟ ما بيقدرش. فده يقول جزء من الجمله، وده يقول جزء، وده يقول جزء. فلما جمع ده كله بيحصل عمليه تشويش وعدم دقه وبعض اللخبطه. فلما تتعامل مع التجميعات لازم يبقى يعني
تبقى قادر تفهم ما وراء الكلام، لأنه بتعمل عملية مقاربة طول الوقت. ليه؟ لأن الكلام مش جاي من مصادر أصلي، هذا فكرة التجمعات. ولكن يبقى شهادة حق من يقومون عليها مشكورين، خاصة الناس اللي بتقوم عليها فعليا يعني كخدمة مجانية زي ما ذكرت. وإن كان فينا قنوات تانية بيبقى ليها بقى أهداف من إعلانات، أو إن هي بتحصل على حاجات معينة أنا لا أثق فيها يعني، لكن القناة اللي أنا أثق فيها قناة الأستاذ عبدالله الحساني، شغل محترم، حاجة بيبذل ما في وسعه، ولكن في حدود أنها تجميعات. وضحت يعني إيه تجميعات؟ طيب نيجي للمصدر الأخير واللي أنا بعتبره الأهم والأقوى، وهو المصدر الدورات المدفوعة. أنا ما بقولش دورتي أو غيرها، أنا بتكلم لو أنت عايز تتجهز صح. طيب ليه؟ المفترض أنا مش هقدر، ده بالذات اللي مش هقدر أقيم فيه حد. ليه؟ لأن أنا بقدم دورة، فأيا كان الآخرين لا يصح أبدا أن أقيم أحد، ولكن هذا يعني يرجع للمشتركين واللي جربوا هنا وهناكم الذين يستطيعون الحكم على ذلك. أما الدورة مفترض من يقدم الدورة؟ أولا يكون شخص أكاديمي، أكاديمي متخصص ذو خبرة كبيرة كبيرة كبيرة. يا جماعة أرجوكم، في حد قاعد 3 شهور وطلع يقول أنا عندي خبرة؟ خبرة إيه؟ أنت شغال من 3 شهور؟ مش منطق. لازم يكون أكاديمي، لأن في واحد دخل الاختبار جاب درجة عالية قال أنا هدرس. أنت على أي أساس؟ يعني مش منطق ده. طيب أوكي، أنا مش ضد، بس أنا بتكلم عليك أنت لما تيجي، لو أنا بفكر بعقلك، لازم يكون ذات خبرة كبيرة، أكاديمي متخصص عشان يبقى فاهم أصول اللغة كيف يتم تقديمها، كيف يستطيع أنه يعمل عملية تحليل محتوى. لأن الدورة المدفوعة عبارة عن إيه؟ أنا هجيب الاختبارات دي وأشوف إيه هي الستراكشرز، التراكيب اللي الاختبار اعتمد عليها، وأطلع منها المبادئ وأبدأ أوضحها للناس وأفهمها لهم بإعطاء أمثلة تدريبية، فبدأ يبقى فاهم الأساس اللي اتبنى عليه السؤال. فلما يجيله السؤال هذا أو ما يشابهه فيبقى قادر يتعامل مع أي نوع من الأسئلة. ده مفهوم يعني إيه بقدم محتوى تدريبي. طيب إذن دورات مدفوعة لازم يبقى عنده خبرة كبيرة، سنوات طويلة عاصر كل التغييرات السابقة، عارف الاختبار المركز بيفكر إزاي وبيشتغل إزاي، عارف أنواع الأسئلة ممكن تيجي إزاي، يبقى عنده تجارب كثيرة وكبيرة بالمئات والآلاف، نتائج، تشوف نتائج تحت إيده طلعت كتير علشان تقدر تثق إنه هو هيقدم لك محتوى مفيد. ده كان بالنسبة لي المصادر المتاحة أمام الناس للاستعداد للاختبار: الدورات المدفوعة، قنوات التليجرام المجانية التي تعمل على مبدأ التجميعات، الكتب في المكتبات وهي مصدر زي ما ذكرت، التدريب العام على اللغة لفترات طويلة زي ما قلنا. حتى لو عملت ده هتحتاج ترجع تاخد دورة برضه، يعني هتحتاج دورة للاختبار نفسه بقى. طيب وعموما بقى انك تاخد خبطة من هنا على خبطة من هنا، ده كلام فاضي ما فيهوش اي فايدة ومش هتتعلم حاجة. انك تسمع هنا بيقول على ليه، لان الاختبار بيتناول القاعدة بطريقة معينة، يعني له الخط بتاعه اللي ماشي عليه، له بصمة معينة، له طريقة تناول مختلفة. طيب كده احنا خلصنا القسم الثالث، هيتبقى القسم الاخير اللي هناخد فيه نموذج بيبين مستوى الاختبار والمهارات المطلوبة. بس قبل ما ادخل اسمع رأيكم في الكلام اللي انا قلت. اوكي نواف، احنا بنقدم دورة تأسيس كويسة، انت تقدر تشوفها اذا ناسبتك. انا هنا في المحاضرة المجانية مش بقول لحد ما ليه انسى دورة عايد دلوقتي، ارجوكم يا جماعة انسى دورة عايد،
خلينا بنتكلم في العموم لكل الناس. اللي عايز دورة عايد هيروح دورة عايد وهيشوف الرقم ويكلم الناس، وإذا ناسبته دي قصة تانية. هنشرح نموذج الحين، هنشرح نموذج. طيب هقفل الشات واشوف الاسئله بتاعتكم وارد عليها، اوكي؟ ثم نبدا في النموذج. من الثاني عادي بيبدا الحجب يا فهد. طيب اشوف بقى الكلام ده. لو مستواي اقل من المتوسط هل بد من دوره؟ يعني فايزه، لو اقل من المتوسط يعني 40. طب لو انا عايز اجيب 65 او 70 او 75، خاصه ان معظم التوظيف بيطلب 75 فاكثر وبيدخلني مفضله. طبعا النقله ال 20 وال 30 درجه دي ما بتجيش كده هباء منبثا، يعني ما بتجيش كده بالساهل، طبعا تحتاج الى تاهيل وتدريب قوي. دوره يفضل طبعا هو الخيار اللي يعتبر الافضل اذا الشخص يستطيع. يعني ما طب مش قادر، خلاص يبقى انت عندك الـ 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 القنوات التجميعات، بس ربنا يعينك على عمليه كثره، يعني عدم التنظيم في المصادر، وفي يعني بيديك كم هائل وفي لخبطه وتكرار كثيرين، بس لو هو ده اللي قدامك فهي حاجه انت مش خسران حاجه. لكن لو انت مش هتقدر تتعامل مع هذه المصادر الكثيره وعمليه التنقيح وعمليه الفلتره، وتحتاج ده الجملة دي ناقصة، الكلمة دي ناقصة، المفروض كذا، بتلاقي ان الموضوع صعب. اوكي، الدورات المدفوعة المفترض انها تكون منظمة المصادر بتاعتها بانها تكون مصادر قوية. طيب دي ما نقدرش، يعني بعد اسبوعين. طب انت يا دخلت امتى وذاكرت الدورة؟ يعني خلينا هنا في برضو انتوا بتجرونا لدورتنا وانا بتكلم في العموم. مستواك مبتدئ وعايز تجيب فوق الـ80 شهرين لمدة ساعتين باليوم، حلو جدا، بس هتدرس فين؟ يعني ما هو ممكن اقعد ادرس 6 شهور مش شهرين وما اعملش تحسن. يعني مصادر المذاكرة هي المهم، مش ان انا هذاكر شهرين والمدة ساعتين في اليوم، لو حتى 10 ساعات في اليوم، بس هذاكر فين؟ اذا مصادر، اذا مكان ماشيك على الطريق الصحيح، اوكي الشهرين لمدة ساعتين هيبقى كويس. اما لو في مصادر او في طريق غير صحيح، لو قعدت سنة. طيب يلا نشوف القسم الرابع والخامس مع بعض علشان نشوف. لحظة، ايوه نشوف مع بعض. عندنا نموذج، مصغر، عبارة عن 5 أسئلة من الريدنج، من الليسننج آسف، و تقريبا 10 أسئلة أو 8 أسئلة من الريدنج، 5 × 8 = 13، و10 أسئلة من الجرامر، كأنه نموذج مصغر للاختبار. هنتكلم فيه عن طريقة التعامل والمهارات المطلوبة للتعامل مع هذا الاختبار. قسم الليسننج، ركز معايا، بيجي لك مقطع صوتي زي كده. One minute. لحظة مش شغال ليه؟
These athletes eat special diets that give them energy when they compete. Today, professional sports teams employ chefs who prepare special meals for their athletes. These meals usually consist of meats such as beef, chicken, or fish, along with eggs, rice, bread, fruits, and vegetables. Is it true that some athletes are only allowed to eat food from their team chefs? This is correct. Some athletes, like those who participate in sports like gymnastics or boxing, only eat food that is prepared by their team chefs because they worry about the safety of the ingredients. They have diet experts who examine the food ingredients closely to make sure that there are no harmful elements. These experts also encourage their athletes to eat properly and to avoid new foods that could upset their stomachs when they are competing. طيب معلش بس في عندنا حاجة في الملف الصوت لحظة لأنه مش بيديني قدرة على التحكم فيه خليني أفتح من مكان تاني علشان نقدر نوقف وقت ما احنا عايزين طيب هنسمع هنا ركز معايا طيب عندي سؤالين موجودين قدامنا على الشاشة خليكم معايا خلينا افتح الشات علشان لو في اي حاجة ابقى انا شايفكم خليك معايا بقى هنبدأ في الجزء بتاع الليسنينج عندنا سؤالين موجودين على الشاشة قدامنا خليك معايا السؤال الاول بيقول What did the man order? Salad, burger, chicken and soup, chicken and potatoes. السؤال الثاني This conversation mostly takes place in restaurant, house, hospital or school. في listening بيديك وقت قبل بداية تسجيل المقطع. المفترض لا خلينا بقى في الجزء اللي بنعمله يا جماعه طيب خلينا اقفل الشات افضل علشان طيب بيديني وقت قبل بدايه تشغيل المقطع اعمل ايه في الوقت ده لابد ان تقرا السؤال بالخيارات ده مهم جدا ده بيعمل حاجه اسمها عمليه التهيئه الذهنيه قبل بدايه المقطع طب هل التهيئة الذهنية مهمة؟ الإجابة مهمة جدا 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 ليه؟ بدون التهيئة الذهنية هيكون صعب عليك جدا التقاط المعلومة ركز معايا بقى أنت بتسمع علشان تجاوب على سؤال بيقول إيه؟ What did the man order? Salad, burger, chicken and soup, chicken and potatoes هنسمع مع بعض ونشوف نشغل المقطع خليك معايا ايه رايك اسمع تاني
حلو جدا. ايه رأيك؟ سمعت؟ طيب لحظة، هو قال ايه؟ سلد ولا برجر ولا تشيكن اند سوب ولا تشيكن اند بوتيتس؟ ها مين يقدر يقول؟ خلينا افتح كده اشوف رأيكم. مش قال؟ الصوت مش واضح؟ سوري، لحظة واحدة. طيب حاضر حاضر، اوكي. One minute. ماشي. نسمع تاني. حال يلا شوف قال ايه، نختار ايه. برضه ما فيش صوت؟ غريبة. لا لا يبقى في. طب لحظة معلش. ما حاضر حاضر. One minute. طيب هنجرب، اوكي؟ وانتوا تقولوا لي كده الصوت موجود ولا لا؟ هنفضل نجرب لحد ما الصوت يظهر قدامنا. كده في صوت؟ فيش؟ طيب بدون دقيقة واحدة، خلينا حتى ناخد بريك 5 دقايق، خلاص، ناخد بريك. ناخد بريك دقايق لحد ما اشوف موضوع الصوت. خلينا ناخد بريك 5 دقايق ونرجع، عشان احنا كده فاضل لنا القسم الاخير وهو النموذج اللي احنا هنحله مع بعض وهنشوف الاستراتيجيات بتاعته.
شغال. طب ده مختار الجي بي ال اللي بيتفاعل معايا. Recording number two. Excuse me, are you ready to order? Yes, please. We'll have chicken and potatoes. Anything to drink? No, thanks.
طيب يلا رجعنا تاني. نجرب تاني علشان نتأكد قبل ما نشغل. Recording number two. Excuse me, are you ready to order? Yes, please. We'll have chicken and potatoes. Anything to drink? No, thanks. Bye. Question number two. تمام. الحمد لله. كويس. حلو. طيب اذا السؤال الاول كانت الاجابه chicken and potatoes. الاجابه موجوده في المقطع الصوتي بشكل مباشر. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني اللي بيقول ايه؟ خليك معايا. This conversation mostly takes place in مكان المحادثة. هل أنت سمعت في المحادثة المكان اللي حصلت فيه المحادثة؟ لا. طب نتأكد كده. طب يلا أسمعك تاني وانت قول لي ايه رأيك. Excuse me, are you ready to order? Yes, please. We'll have chicken and potatoes. Anything to drink? No, thanks. خلصت المحادثة. لم يذكر أبدا مكان المحادثة. طب ما إزاي أطلع مكان المحادثة؟ أطلع مكان المحادثة بإن أنا أستنتج من السياق إن الكلام ده حصل فين؟ حصل في ريستورانت. فلو انت بتدرس في دوره معينه بتديك استراتيجيات معينه للسن، فهتقول لك ايه؟ المفروض تقول لك ان دائما المكان لا يذكر في المحادثه. طبعا ما اعرفه ازاي؟ تعرفه بانك لما يجي يقول لك ار يو ريدي تو اوردر؟ يس بليز. هل لغه الحوار دي بتكون داخل البيت ولا في المطعم؟ في الريستورانت. يبقى في المطعم. فانت بقيت مؤهل ومعد نفسيا ان لما يجي لك اي مكان ما انتش منتظر انك هتسمعه في المحاضره اصلا. حلو الكلام. طيب امال بتهيئ نفسك انك هتشوفه فين؟ هتشوفه او هتسمعه او هتفهمه من خلال السياق. هتفهمه من خلال السياق. طيب يبقى انت ممكن حتى من قبل ما تسمع مجرد ما تشوف what did this man order chicken and potatoes. كلمه order بتبين لك ان الكلام ده، وطبعا لما تسمع الصوت او الحوار excuse me are you ready to، هتفهم على طول ان ده. طيب هل المستوى ده في الليسننج صعب؟ لا، ده السهل، ده المستوى السهل. في سؤال مباشر وسؤال بالاستنتاج ولكن الاستنتاج البسيط. طب هل في مستوى اصعب من كده في الاختبار؟ ايوه في مستوى اصعب من كده. تعال كده للثلاث اسئله دول. What important point does the lecturer make about the food athletes eat consists of meat gives them power can be harmful who employs the chefs to cook the meals for the athletes sports clubs diet experts ولا athletes themselves. ثم السؤال الأخير how many kinds of sports does the lecturer mention one ولا two ولا three. المفروض هنسمع مع بعض وتشوف هل هتقدر تطلع الإجابات دي ولا لا. يلا بينا نسمع. These athletes eat special diets that give them energy when they compete. Today
Professional sports teams employ chefs who prepare special meals for their athletes. These meals usually consist of meats such as beef, chicken, or fish, along with eggs, rice, bread, fruit, and vegetables. Is it true that some athletes are only allowed to eat food from their team chefs? This is correct. Some athletes, like those who participate in sports like gymnastics or boxing, only eat food that is prepared by their team chefs because they worry about the safety of the ingredients. They have diet experts who examine the food ingredients closely to make sure that there are no harmful elements. These experts also encourage their athletes to eat properly and to avoid new foods that could upset their stomachs when they are competing. Yes. كتير من الناس هيقولوا ما فهمناش حاجة. طيب الموضوع محتاج شرح وتوضيح ولا يؤخذ هكذا. يعني انت بمهارتك العادية هتلاقي الموضوع صعب. طيب أما بعملية الإعداد والتجهيز الصحيح والتدريب الصحيح بيحل كثير من الألغاز والشفرات والصعوبات. إزاي؟ نشوف مع بعض. السؤال الأول بيقول What important point does the lecturer make about the food athletes? In the consists of meat ولا gives them power ولا can be harmful. والسؤال الثاني Who employs the chefs to cook the meals? هل هم السبورتس كلابس ولا الدايت اكسبيرتس ولا الاثليتس themselves؟ وعايز عدد الرياضات. نسمع مع بعض ونشوف. طيب one minute اجيب بس الليسننج ده علشان يلا كده ركز مع بعض. We are going to talk about athletes and their diets. Professional athletes eat a lot of food to compete in their sports. These athletes eat special diets that give them energy when they can. سمعت ايه؟ That give them energy. Give them energy. تاني انا هنسمع من تاني ركز معايا الجزء الاول بس فيه تشويش مش مشكله lot of food to compete in their sports these athletes eat special diets that give them energy when they طيب قالت ان بياكلوا meals او food that give them energy يعني ايه give them energy يعني يعطيهم طاقة يعطيهم إيه؟ طاقة. طب هل هو هنا قال energy ولا قال power؟ هنا تيجي اللعبة بقى. consists of meat ولا give them power ولا can be harmful؟ حد يقول لي لا أنا ما سمعتش كلمة power أصلا لكن سمعت إنه بيتكون من meat. لا هو قال ميت وتشيكن وفيجيتابلز وفروت. يبقى النقطة المهمة مش إن الأكل فيه ميت، أمال النقطة المهمة إن بديهم إنرجي. طب فين إنرجي؟ هي نفسها باور. فلازم تكون عارف إن في مهارة معينة هي إيه؟ هي الترادف اللفظي اللي هو إنك مش نفس الكلمة أو المرادف اللي شرط إنك تسمعه إن هو نفسه اللي هيكون موجود بالنص. لا طيب الموضوع ده عشان تتقنه لابد أن تحتاج إلى تدريب كثير. طيب نكمل كمان السؤال الثاني. Compete. Today, professional sports teams employ chefs who prepare special meals. خدت بالك قال ايه؟ قال ما قالش sports
كلابس امال ال ايه سبورتس تيمز هعيد تاني انا عايزك تعيد من الاول يلا نبدا من الاول lot of food to compete in their sports. These athletes eat special diets that give them energy when they compete. Today, professional sports teams employ chefs who prepare... Professional sports teams employ chefs. مين اللي employ chefs? مين اللي بيعمل عملية اللي employ للchefs? هو في الصوت قال professional sports teams. طيب هنا في الاختيارات يعني ايه sports teams؟ يعني فرق رياضية. طيب اما هنا قال ايه؟ قال sports clubs الاندية الرياضية. نفس الفكرة ونفس المعنى، لكن هل بيجيبوا diet experts؟ لا. هل الاسلس نفسهم؟ برضو لا. طيب نشوف عدد الرياضات مع بعض. ها زي ما اعتدنا، هل هيذكرهم بشكل مباشر ولا برضو بعملية معينة فيها نوع من الفهم والاستنتاج؟ نسمع كده. Special meals for their athletes. These meals usually consist of meats such as beef, chicken or fish, along with eggs, rice, bread, fruits and vegetables. Is it true that some athletes are only allowed to eat food from their team chefs? This is correct. Some athletes, like those who participate in sports like gymnastics or boxing, only... كم عدد الرياضات اللي ذكرت؟ Gymnastics or boxing؟ تكون الإجابة 2. طيب إذن نقول بقى تاني، هل كل المهارات المطلوبة للليسننج تكون مباشرة؟ لا. طيب السؤال ده كان مباشر، عدد الطلب اللي طلب chicken and soup ماشي. طب السؤال الثاني ما كانش مباشر بس كان سهل، عملية استنتاج المكان. طب الريكوردينج اللي بعده كان أصعب. أنا تعمدت أجيب لك إيه؟ نوع من الريكوردينج السهل ونوع من الصعب عشان تبقى عارف الاختبار فيه. طيب عدد ده كام وعدد ده كام؟ يعني لو أنا مستواي ضعيف في الليسننج وما اقدرش غير على النوع اللي زي الاولاني ده، يعني يمشي معايا الحال، ممكن اخرج نفسي واستنتج ان المكان في المطعم، انت كده ممكن تجيب 9 من 20 او 10 بالكتير، لان عدد الاسئله المباشره وذات الاستنتاج البسيط لا تتجاوز 10 اسئله، فلو انت عرفت تحلها تجيب 8 9. طيب لكن انا ما عنديش، لا المهاره دي صعبه، ان انا اسمع مقطع طويل معقد ويطلب مني ان افهم ان انرجي هي الباور وان السبورتس تيمز هي السبورتس كلابس، وان يقول لي رياضتين من غير ما يقول لي العدد، وانا اجمع في دماغي واعرف اعمل ده كله، لا المهاره دي اعلى مني. يبقى انت محتاج تدريب معين يفهمك ازاي تتعامل مع هذا النوع من المهارات. حلوين؟ يبقى انا النهارده بعمل ايه؟ انا النهارده جاي اوضح لك مستوى وشكل الاختبار وازاي المفترض انك تستعد ليه. دي محاضره النهارده يا جماعه. طيب القسم الثاني ريدنج. القسم الريدنج بيكون عليه كده السماعه، خلاص شكرا تمام. طيب قسم الريدنج في حاجه في الصوت يا جماعه، معلش خلينا نفتح الشات ولحظه. طيب خلينا نشوف منكم الدنيا مظبوطة ولا لا، الصوت زي ما هو لأن كنت فصلت الصوت كويس. طيب تمام الحمد لله. بتيجي مرتبة مع الصوت. حلو حلو حلو. قسم الريدنج
هل تكون هل فكرتنا القديمة أن الريدنج سهل وفي جيبي؟ تقول له إزاي يا عم؟ تقول لك ده أنت بس تشوف السؤال وتروح تدور في القطعة تلاقي الإجابة تقوم قول له انسى الكلام ده كله، ده كلام غير دقيق وهيضيعك يورطك على طول. ليه؟ قسم الريدنج في اختبار ستيب يحتاج عدة مهارات، يحتاج عدة مهارات. احنا او بلاش برضو، احنا قلنا مش هنتكلم عننا، المفترض انك لما تروح لمكان يعلمك استراتيجيات التعامل مع الأسئلة، بس لازم يكون محدد أنواع الأسئلة وبعدين طرق التعامل مع هذه الأسئلة. حلو الكلام؟ إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. يلا نشوف مع بعض. جاي لقطعة من أربع paragraphs، أربع قطع، وبيقول لي What is the purpose of the passage؟ ما هو الغرض من القطعة؟ To inform, to criticize, to argue, to persuade. إعطاء معلومات، نقد، argue إجدال يعني، persuade إقناع. علشان تتعامل مع هذا النوع من أو السؤال ده، المفترض أنك تقرأ القطعة كلها عشان تطلع الفيروس. لكن ممكن أقول لك على حاجة حلوة تفيد بقى الكل هنا. أول ما يجي لك سؤال فيه كلمة purpose، ده حاجة احنا بنعلمها عندنا، أول ما يجي لك سؤال في كلمة purpose على طول تختار كلمة to inform. استنى انا عايز اقفل الملف ده وافتحه بصيغة البي دي اف لانه مضايقني، معلش خليني افتحه واقفله بصيغة اقفله وافتحه بصيغة البي دي اف. ايوه، واعمل نيو شير واجيب البي دي اف اللي اتفتح الجميل ده عشان اعرف اعمل اللايتنج اللي انا بحبه. ايوه يلا نكمل كلامنا. اذا انا بقول لهم انا عندي اول ما اشوف الكلمه دي الاجابه بتكون تو انفورم. انا كده الكلام ده جبته منين؟ انا مؤلفه؟ لا، انا عملت تحليل قوي لكل انواع الاسئله اللي تناولت الغرض من القطعه وكان الاجابه هي واحد من اما تو انفورم او تو اكسبلين او تو ديسكرايب. يعني الغرض بيكون حاجه من ثلاثه، يا اما انفورم يا اما اكسبلين يا اما ديسكرايب. دائما دائما الغرض من القطعه في ستيب هو الاعلاء الاخبار، ان انا ادي معلومه او ان انا ادي شرح او ان انا ادي وصف، هو ده دائما. طب هل الكلام ده في الريدنج عموما في اللغه الانجليزيه؟ لا، انا بتكلم على مين؟ على ستيب. هذا ما يسمى بالاستراتيجيات. طيب السؤال الثاني، which paragraph discuss the origins of indoor air pollution؟ ايه الباراجراف اللي بيناقش الاوريجن، يعني الاصل، يعني المصدر؟ لازم اعرف الطلاب او المشتركين ان دائما وابدا ستيب يلعب لعبه الترادف اللفظي. طب لو جيت كده هو بيطلب مني اي باراجراف يتناول الاوريجن، هل هنا اتكلم عن الاوريجن؟ لا. The sources of indoor pollution، ما معنى sources؟ sources يعني المصادر. اذن ما هي مصادر او ايه الباراجراف اللي تناول المصادر اللي هو باراجراف رقم 2؟ بس هنا طلب الاوريجنز، الأصل، الأصل هو المصدر. يبقى لازم الشخص يتدرب هنا. السؤال بقى، هل الأسئلة تأتي بشكل مباشر؟ لا، كلها نسبة قليلة هي من تأتي بشكل مباشر. زي السؤال التالي مثلا، السؤال الرابع، الرابع عدد الكيميكالز اللي في البحث اللي حصل، الكلام ده في الباراجراف الأول. يبقى في بحث طلع عدد من الكيميكالز 52 ولا 90 ولا 300 ولا 586. هنا اروح للباراجراف الاول الاقي ان عدد الكيميكالز، عدد الكيميكالز اللي تم وجودها في البحث كانت 586 كيميكالز،
برضو ما تنخدعش بالارقام. ليه؟ لانه هيذكر لك معظم الارقام. يعني في 52 اهو، بس خلي بالك 52 هوم يعني 52 بيت، هنا مش عدد الكيميكالز، عدد البيوت. طيب اذا مش فكره ان الرقم الشكلي، لا يعني حتى المعلومه المباشره محتاجه تركيز. طيب السؤال رقم 3، الفكره الرئيسيه. لا، هذه مهارة تحتاج إلى تدريب، وتدريب قوي. ليه؟ دايماً لازم تعرف إن الفكرة الرئيسية هي المظلة اللي القطعة كلها بتتكلم عنها. فالقطعة دي كلها أول ما بدأ اتكلم عن إيه؟ اتكلم عن الإير بوليوشن، تلوث الهواء. وبعدين بدأ التركيز على الإندور إير بوليوشن. يعني إيه إندور؟ إندور يعني جوه البيت، تلوث الهواء اللي جوه البيت. كل الكلام ده اهو هنا بقى، ركز على الايه، على الاندور. بما ان في اندور، في اصلا كمان اوت دور. امال ليه هو ركز على الاندور؟ لان التلوث الاندور اخطر من الايه، من الاوت دور. هو عايز يقول كده، عايز يقول ان الاندور اخطر من الاوت دور. فين الكلام ده؟ اهو much greater danger than outdoor pollution. يبقى مين الأخطر؟ الاندور أخطر من الاوتدور. هم قالوا لأن الاندور أنت قاعد في البيت معظم الوقت، في بيت أو مكتب أو شركة، يعني إحنا ما بين بيت وشغل يعني، ففي الحالات إحنا اندور. وإن التلوث الاندور بيكون مركز عليك أنت، لكن outdoor بيكون في الهواء. يعني المهم تطلع المين ايديا ان التلوث الاوت دور اخطر من الاندور، ولا الاندور اخطر من الاوت دور؟ الاجابه سي، ان الاندور اخطر من الاوت دور. والسؤال كان رقم 4، كان سؤال مباشر. ثم ياتي السؤال الخامس عن المصادر بتاع الفي او سي اس، قال لي في الباراجراف 2. اذا في كثير من الاسئله بيحدد لي مكان الباراجراف، أروح بسرعة على باراجراف رقم 2 ألاقي إن الـ دي موجودة، بتبقى عبارة عن إيه؟ عن فوتوكوبيرز وكمبيوترز. يبقى في تلوث بينتج من آلات التصوير والكمبيوترز. يبقى الـ VOCS دي اللي هي فوتوكوبيرز and computers. ثم السؤال الأخير، ويطلب معنى كلمة، عكس كلمة synthetic. وطبعا synthetic معناها صناعي، وهنا natural. المفترض ان يعمل لك الدورة اللي يكون عندك كل المرادفات اللي انت محتاجها، وده احنا نعتبر يعني موفرينه او موجود عندنا. برضو انا بعيد تاني، الهدف خالص من المحاضرة هو توضيح المستوى المطلوب، عشان انت اللي تاخد قرارك انت المفروض هتستعد وتذاكر ازاي. النوع الثاني في أسئلة الريدنج ما بيكونش تكست، ما بيكونش نص باسج، بتكون رسمة بيانية. كتير من الناس لما تشوف الرسمة البيانية تتخض، لكن أنا بقول لك أسهل ما يمكن، يعني لا تتصور مدى السهولة. إزاي؟ كل اللي عايزه منك تركز على الجملتين اللي أنا أقولهم. ركز معايا، هو دائما يطلب منك الأكثر أو الأقل، الأكثر أو الأقل من فئة معينة في سنة ما، الأكثر أو الأقل من فئة من لفئة في سنة ما. حلو. ثم يطلب منك عملية تقدير نظري للمساحة، يعني يجيب لك مساحة معينة ويقول لك هي دي كام، تساوي قدين، تقدرها بنظرك كده بس. هذا المطلوب منك. تقول لي إيه ده، أنا ما فهمتش حاجة، تعال وأنا فهمك، ما تستعجلش. هنركز على الرسمة ولا على السؤال؟ على السؤال. يلا السؤال الأول، كذا 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 في أوروبا في سنة 2015. إذا التركيز بيكون فين؟ السنة والفئة. هو طالب مني 2015 في أوروبا. تعال نروح فين 2015 أهي. طب مين أوروبا في الأعمدة دي؟ أشوف دليل الرسم. أوروبا لونها البيربل ده، البنفسجي. فين اللون البيربل هنا اللي هو ده؟
حلو. طب المساحة دي، المساحة كلها اللي هي دي كلها خمسة، جبتها منين؟ اهي من هنا، دي خمسة، المساحة دي كلها خمسة. طب تتوقع ان البيربل البنفسجي ده يبقى كام؟ يا اتنين يا تلاتة. هل تتوقع ان نحط اتنين وتلاتة في الاختيارات؟ مستحيل. يقول لك اتنين وخمسة واتناشر، طبعا الاجابة اتنين. دي اسمها ايه؟ التقدير النظري لمساحة ما بالأرقام. شفت المهارة؟ سهلة على فكرة، مجرد انك تفهمها هتعرف تتعامل معها في الاختبار. طيب السؤال اللي بعد، الهومسايد في أفريكا في 2005، بنفس المنطق، انت فين يا 2005؟ انا 2005. انت فين يا أفريكا؟ اشوف اللون من هنا، يطلع اللون اللي هو زي الأزرق كده، التركواز ده. طب اهو احنا متفقين ان لحد الخط خمسة، طب ده اعلى شوية يعني ستة او سبعة او تمانية، لا المباراة بتبقى تمانية، ستة او سبعة. هل تتوقع يجيب في الاختيارات ستة وسبعة؟ مستحيل. يا سبعة وتلاتاشر، بعيد بقى، يبقى الاجابة طبعا سبعة. هذا فكرة، دي اسمها استراتيجيات التعامل مع الاسئلة. المعاني المرادفات لازم تعرفها، عملية الاستنتاج والفهم، عملية الرسوم البيانية والاستراتيجية التعامل معها، وهكذا. فهل أسئلة الريدنج في اختبار ستيب تتعامل بمنطق الاستخراج المباشر من القطعة؟ من قال لك هذا فهو يخدعك ويورطك، أو هو مش فاهم أصلا. ليه؟ لأن الموضوع بيحتاج مهارات أعلى من كده، ولا بد أن تكون لديك هذه المهارات أصلا أو تم تدريبك عليها. فإن لم يكن هذا أو لا ذاك، فتعمد إلى عملية الحفظ للقطع والانتظار حتى يأتي الله بفرج من عنده، إن يجي لك نفس الأشياء. ده كان كلامنا عن مهارات الريدنج والريدنج، وبتلكوا مثالين، مثال لقطعة ومثال لرسم بياني. ثم نأتي للجرامر. هفتح بس دقيقة وبعدين أشوف أكمل الجرامر، بس أشوف إيه انتوا معايا ولا لا. اللي يجي ما يجي ثاني خلاص. جميل جدا. طيب يلا نكمل الجرامر. ركز بقى معايا في الجرامر. الجرامر يحتاج منك معرفة قوية جدا بكل قواعد اللغة الإنجليزية، كل قواعد اللغة الإنجليزية. حد يقول لي انت بتهزر، هو مين اللي هيعرف كل قواعد اللغة الإنجليزية؟ خلاص كده ممكن تشوف مكان يكون عامل فلترة ويكون عامل تحديد للقواعد اللي الاختبار دائما يركز عليها. يبقى بنختار القواعد بس من اللغة. ليه؟ لأن اللغة قواعدها كبيرة جدا جدا. زي مثلا عندنا احنا اخترنا، احنا وجبنا مش اخترنا، جبنا 14 قاعدة. طب هل لما اتناول القاعدة بتناولها بكل تفاصيلها؟ لا، بتناولها بالطريقة اللي الاختبار بيشتغل بها بس. لأنك لو تناولتها بكل تفاصيلها هتلاقي الموضوع بقى صعب جدا، حتى لو تم تحديد 14 قاعدة زي ما احنا عملنا. ليه؟ لأن القواعد دي كبيرة. يعني القاعدة الأولى مثلا الأزمنة، تخيل الأزمنة كلها، المضارع البسيط والماضي البسيط والمضارع المستمر والمستقبل والمضارع التام، كل ده تحت مسمى قاعدة واحدة. طيب القاعدة الثانية قاعدة F، القاعدة الثالثة المودلز، استخدام ماست وشود وكان وكود ومود ومايت. القاعدة الرابعة ضمائر الوصف، هو وهوم. أنا بقول لكم الحاجات، لو أنت حتى مش حابب تشارك في الدورة دور على القواعد دي وحاول تفهمها، ده مصلحة لك أهو. الأزمنة بالذات الأزمنة هم 12، طلع منهم الماضي التام المستمر والمستقبل التام المستمر، والعشرة التانيين بيجي منهم اللي هم مضارع البسيط المضارع المستمر
الماضي البسيط، الماضي المستمر. المضارع التام، المضارع احنا قلنا معلش الماضي البسيط، الماضي المستمر، المضارع التام، المضارع المستمر، المستقبل البسيط، المستقبل المستمر، والمضارع التام المستمر. دي اهم الازمنه. طب الاهم على الاطلاق خمسه، هم ركز بقى في الخمسه الاهم في كل الازمنه: المضارع البسيط، الماضي البسيط، المضارع المستمر، الماضي المستمر، المضارع التام. الخمسه دول اهم ممن سواهم: المضارع البسيط، المضارع المستمر، والماضي البسيط، والماضي المستمر، والمضارع التام، دول الاكثر تكرارا. والمستقبل ايضا، ولكن ليس بنفس قيمه الايه السابقين. والمضارع التام هنا اقصد المضارع التام والمضارع التام المستمر مع بعض. طب لما نيجي نشرحهم لازم نقدم ليهم استراتيجيات واضحه واليات ربط مباشر، والا الموضوع هيكون صعب. ازاي انا بعمل ازاي؟ اجيب لكم مثلا مذكره الشرح، مثلا يلا انتوا تستاهلوا. ادي مذكره الشرح، بنعمل ايه؟ بنقول ان لما نيجي نتكلم عن الازمنه بنقول ان لما تشوف always، انا بس هاخد لمحه سريعه، احنا مش هنقدر نشرح يعني، بس انا بديك فكره المفترض يبقى الـ 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 القاعده تتقدم لك ازاي. always او usually او often او sometimes، اي كلمه من كلمات المضارع البسيط تحفظها، الكلمات الداله، بتروح تختار اما الفيرب الفعل المجرد او الفيرب المضاف له اس حسب فاعل الجمله. اذا كان I او we او you او they او جمع ناخد الفعل المجرد، واذا كان he او she او it او مفرد ناخد الفيرب المضاف له اس. هذا ان وجدنا احد هذه الكلمات. هكذا تقدم القاعده بكل بساطه. طب لو لقينا yesterday او last week او ago، لا، في الحالة دي باخد صيغة الماضي البسيط وهو الفيرب تو، وهو صيغة الماضي من الفعل. طيب مثلا متى نلجأ إلى هاف أو هاز؟ لا، الكلام ده لما يكون فيه سينس أو فور أو أوريدي أو وهكذا. طيب يبقى الأزمنة تقدم بطريقة الربط المباشر. نفس الكلام، قاعدة زي قاعدة إف. نقول مثلا لو بعد اف مضارع بسيط، ما انا اخذت المضارع البسيط بقى، ما القواعد مبنيه على بعضها، الفيرب او الفيرب اس اختار ويل. طب لو بعدها وير اختار وود. طب لو بعدها هاد اختار وود هاف، وانت تحفظ على كده وهكذا. ده انا بديك بس مجرد امثله، انا مش هقدر يعني اشرح هنا، انا بس بدي مجرد امثله. طيب نرجع للاسئله بتاعتنا. السؤال الأول، I usually، القاعدة كانت بتقول لما تشوف usually أنت محتاج الفيرب يعني أصل الفعل بدون إضافات عشان الفاعل I، يبقى تختار read بس. طيب كان في ناس عندها مفاهيم قديمة، لازم تدمر المفاهيم القديمة دي، إنه مادام في I أجيب am. لا يا معلم، انسى الفيلم ده. usually تجيب الفعل بدون إضافات وفقا للقاعدة. طب لو لقينا last year أجيب الماضي، الماضي اللي هو الفيرب تو اللي هو الماضي هنا اللي هو published، خلاص صيغه الماضي من الفعل. طب اف القاعده كانت بتقول لو لقيت الفيرب اس تختار مين؟ ويل، يبقى ويل زائد المصدر. حلو الكلام. طيب مثلا قاعده اسمها المودلز. المودلز دي كانت بتعرفك استخدام ماست وهاف تو وكنت بقول لك ان مفيش حاجه اسمها ماست تو اصلا. ده لما نجي اشرح القاعده، انت بتقوم مستبعد كل ده وتقوم رايح تلاقي ان هنا الطلاب لابد ان يرتدوا يونيفورم، يبقى هاف تو. في ضمائر الوصل دايما كنت اقول اذا كان الفاعل عاقل نختار هو. طيب طبعا هو وهم، بس هو هي الافضل وهي المقدمه، وهي الكلام ده في اللغه عموما ولا في ستيب؟ انا بقول لك ان انا بقدم لك المعرفه المباشره المرتبطه بالاختبار وليس اللغة في العموم. اللغة في العموم لها حاجتها المختلفة ولها نظام تقديمها المختلف. الإجابة هنا هو. لماذا؟ لأن يبقى أنا بقول لك دايما لما تلاقي زي ويتش وكذا وهو وهم، بص للكلمة اللي قبل الفراغ، لو عاقل تختار هو. طيب فكرة الروابط هنا محتاج أشوف المعنى.
دكتور كارتر لم يستطع أن يقرأ الجواب. ليه؟ لأنه سكب الماء فوق. لأنه فين؟ لأن because. في قاعدة عندي اللي هي القاعدة رقم، مثلا أديك مثال برضو، نروح مثلا لقاعدة أفهمك برضو كيف تسير الأمور. خلينا نعمل شير تاني لمذكرة الشرح وأجيب قاعدة اللي هي بتاعة ضمائر. القاعدة دي بتقول لك إيه؟ متى نستخدم ضمائر المنعكسة؟ ركز. الضمائر المنعكسة اللي هي إيه؟ اللي فيها كلمة self، 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 و itself، و themselves، و ourselves، و yourselves. إيه حكايتها؟ لو لقيت كلمة زي see، أو cut، أو depend on، أو look after، أو help، أو enjoy اللي موجودة في الجملة، أو ask، أو let، أو introduce، خلي بالك في برضو شرط نحطه، بشرط التطابق مع فاعل الجملة. يعني إيه اللي خلينا اختار himself ولا herself؟ لازم أرجع للفاعل. يبقى أنا حاطط شرطين، وجود كلمة من هذه الكلمات ثم التطابق مع الفاعل. نروح نطبق الكلام ده هناك، نروح نطبق الكلام ده هناك. كلمة enjoy خلاص أنا عرفت إن هو منعكس، وما بهاش برضو فايدة. ليه؟ لأن كل اللي جاي ليه منعكس. طيب يجي لي الشرط التاني هو اللي يفيدني، اللي هو من الفاعل؟ فلان عند فلان. طب فلان عند فلان ده ناخد له إيه؟ themselves. طيب القاعدة اللي بعدها كنت بقدمها ازاي؟ القاعدة بقول ايه؟ تشوف اول ما تشوف في الفراغات، في الخيارات ليتل وميني وماتش وصم والكلام ده، اروح لما بعد الفراغ. اذا كان ما بعد الفراغ، الكلمة اللي بعد الفراغ لو هي جمع، يبقى انت ما بين فيو وميني بس. ولو غير معدود يبقى انت ما بين ليتل وماتش. طبعا في صم واني، بس صم للاثبات واني للنفي. طيب اللي بعد الفراغ بنانز، جمع. الجمع اما فيو او مني. طب هل بيجيبوا مع بعض؟ لا، لحسن حظنا اختار فيو بس. هكذا يتم تقديم القاعدة. طيب في سؤال مهم، او في مجموعة اسئلة يعني، اللي هي التحليل الكتابي، الرايتنج اناليسز. البعض كان يعتقد انه قسم منفصل، ولكن هذا خطأ. التحليل الكتابي هو جزء من الجرامر، وهو اربع اشياء: الكابيتاليزيشن، بانكتشويشن، الكوريكت اوردر، والكوريكت وورد اوردر. الكابيتاليزيشن اللي هو الحروف، يعني الكابيتال والسمول. بانكتشويشن علامات الكوما والفول ستوب. الكوريكت اوردر ازاي اربع جمل ترتبهم عشان يدوني باراجراف يعني، او ترتيب متصل. والكوريكت وورد اوردر ازاي تختار الجمله ذات الترتيب الصحيح. انا بعمل الكابيتاليزيشن ازاي؟ اقول لك ازاي. انا حاطط قواعد معينه اجيبها لك عشان تشوف معايا. رايتنج اناليسيس، بقول مثلا اللي بيتم الكابيتاليزيشن بالنسبه لهم اسماء الاشخاص، الشوارع والطرق، المؤسسات زي الجامعات والمطارات باسم المؤسسات، البلاد، القارات والدول والمدن والأحياء، ولكن ذلك لا يشمل الاتجاهات إلا إذا كانت جزء من اسم دولة، اللغات، الجنسيات، الكواكب، الديانات، أيام الأسبوع وشهور السنة، ولكن ذلك لا يشمل الفصول، وطبعا أول حرف في الجملة، ثم اختصارات الدول أو الألقاب. هذه هي المعايير. ثم أطلب منك عملية استخدام آلية تفنيد الخيارات الخاطئة حتى تتبقى معك جملة واحدة هي اللي تصمم للنهاية وينطبق عليها كل الشروط دي. طبعا أنا بعمل بسرعة جدا لأن هي محاضرة واحدة، هذه الأشياء يتم شرحها على مدى 8 محاضرات، مش على محاضرة واحدة، بس أنا بحاول أفيدك يعني. طيب نرجع بقى لموضوعنا، لو للأسئلة بتاعتنا نعمل الشير. احنا عمالين ننتقل هنا وهنا، يلا مش مشكله.
بقول لهم بنتبع حاجه اسمها المسقط العمودي الراسي. لما يجي لك في الاختبار تعمل ايه؟ هنا تمسك كده ده كده عموديا الاربعه كده. اول واحده سقطت من اول لقطه خلاص طلعت بره اللعبه. ليه؟ لانها خالفت الاعراف. ما هي الاعراف؟ ان تبدا الجمله بحرف كابيتال، نقول لها مع السلامه، هتوحشينا يا رقم ايه، طب تعالى بي وسي ودي زي بعض كده، امشي كده، ما تقعدش تقرا الجمل وتتعب نفسك. ام 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 تعالى اوقف. ماندي مسكتك، ده اسم يوم، لا يبقى انت سقطتي يا رقم سي، يا توحشينا اركني جنب اختك. يتبقى من؟ بي ودي. يا ترى مين اللي هتفوز وتصمل في النهايه؟ امشي بنفس المسقط الراسي. اس اس جاي سمول وهنا كابيتال. هو ده ايه؟ ده سبتمبر، ده شهر من الشهور. مين اللي صملت في النهاية وفازت بكل الأشياء؟ طب لو أنت جربت تقعد تقرأ هنا وهنا هتتلخبط، صدقني اللي دخل الاختبار هيفهمني أكتر. الصح إنك تمشي كده عمودي. هم حتى فكرة التشابه والاختلاف في الشكل هيدلك على الكلمة، يعني الأول امشي بالشكل وبعد روح امسك الكلمة تلاقيها. أنا هنا البداية ماشي، هنا يوم من أيام، وهكذا تضارب. شغال بها ازاي؟ بس خلينا نرجع بسرعه. انا عندي حاجه بس اسمها ماشي، خلينا نرجع مش مشكله. الانترنت هي في قطع بسيط، لحظه عليا معلش. رجع تاني ولا لا؟ رجع الصوت ولا لسه مقطع؟ رجع؟ طيب. انا سريعا بقول عند عد اكثر من اثنين، يبقى امتى في الكوما؟ سوري انا بتكلم عن الكوما. متى تستخدم الكوما؟ عند عد اكثر من اثنين، او قبل كلمه بات وسو، او قبل فاعل الجمله الثانيه لو في روابط. طيب علامات التنصيص عند الاقتباس، النقطتين الرئيسيتين اللي هي الكولن، ربطتهم بايه؟ بكلمه اسمها انكلود. ايه رايك؟ كلمه اسمها ايه؟ انكلود. يبقى انا عندي معلومتين، ان النقطتين الرئيسيتين بيجوا بعد انكلود، وان الكوما بتيجي عند العد لما اقول كذا وكذا وكذا. حلو، يلا نشوف ازاي المعلومات دي بتؤدي بيا الى ان انا اقدر احل الاختبار بشكل كويس. تعالى يلا شوف معايا. هتلاقي هنا ان جاب كلمه انكلود اهو. لو تلاحظ بقى هنا دي اماكن الاختلاف، بنفس الطريقه اماكن الاختلاف والاتفاق، هنا نقطتين وهنا نقطتين وهنا كلمة include. مفيش هنا، نقول لها مع السلامة. وهنا جايب كوما، نقول لها مع السلامة. ليه؟ القاعدة أنا علمتك فيها إن كلمة include بيجي بعدها إيه؟ مفيش ولا ولا كوما ولا نقطتين رأسيتين؟ نقطتين رأسيتين. طب مين اللي مكمل معايا؟ بي ودي. طب تعال، cats gold fish birds cats gold fish. لما أجي أعد أسيبها كده رز بلبن ولا كوما كوما، افصل ما بين الاشياء، تكون هذه هي الفائزه. ده كان قسم الجرامر، قواعده، متطلباته، مهاراته، طرق التعامل معاه، ازاي المفروض اكون عندي معلومات ايه عشان اعرف احل الاختبار ده واجيب فيه درجه كويسه. اشوف رايكم واسمع تعليقاتكم. أنا سعيد جدا. طبعا كل الحاجات دي بالنماذج طبعا. أشكركم جميعا. بإذن الله هنقدر لو قدرنا نعمل أكتر من محاضرة ليكم، لكن إحنا دي كبداية، وأرجو إن أنا أكون النهاردة إن أنا قدمت لكم حاجة مفيدة. المحاضرة مسجلة. حاضر. قول يا اللي بتقول تكفى جاوبني، زوم يوزر اتفضل، انا سامعك. لا مفيش رايتنج في اختبار ستيب اساسا. حاضر هرسل لكم الملف، هرسل لكم الملف. حاضر، ده اللي انا شرحت عليه النهارده. انا هكلم الدعم هيرسل لكم الملف ده والمحاضره المسجله على نفس الجروب.
حاضر هيجي لكم على الجروب. أشكركم جميعا بالتوفيق، وإن شاء الله إذا حددنا مرة تانية بنتقابل مرة تانية إن شاء الله. صوت ما بيعملش ليه.